أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السلام فقط بين المتهاجرين يكفي لإزالة ما بينهم؟ نعم، السلام يزيل ما التهاجر بينهم. إذا سلم زال التهاجر بينهم، وإن كان فيه حقوق أو مظالم فلا بد من ردها. أما إذا مجرد شحنة، نقول مجرد شحنة فقط، هذه هي التي لا تجوز، ويجب المصالحة ويجب إزالتها بالسلام. نعم.